مشاهدي الكرام، برحب بحضراتكم في هذا الصباح الطيب، وبتمنى للجميع إن شاء الله الخير. وبداية رح نتعرف وإياكم على فكرة جميلة سنتها وأقرتها وزارة الثقافة بافتتاح مكتبة تعنى بالتراث الغير مادي. وإحنا بنعرف إنه التراث له علاقة طيبة بحفظ الهوية والثقافة لأي شعوب، فما بالك إذا كان هناك تراث غير موثق، غير مسجل وغير ملموس أيضا. على كل حال، هذه المكتبة التراثية التي تعنى بالتراث الغير مادي تم افتتاحها بمساعدة وتنسيق من الجامعة الهاشمية. بدي أعرفكم بضيوفنا الكرام ونتحدث حول هذه المكتبة وآثارها إن شاء الله وانعكاسها على حفظ التراث وأن يكون متاحا بين الدارسين والباحثين. برحب أولا بالسيدة حنان دغمش، وهي مديرة مديرية التراث بوزارة الثقافة. أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. وبرحب بالدكتور محمد وهيب، وهو أستاذ في علم التراث والأثار في الجامعة الهاشمية. أهلا ومرحبا بكم. ما عندكم توجيهي؟ لا، ما عندنا، لأنه اليوم النتائج إن شاء الله. إن شاء الله خير. إن شاء الله للجميع النجاح على كل حال. على كل حال ست حنان، يعني تم افتتاح المكتبة، حابة أتعرف وأعرف سادة المشاهدين على فكرتها، على آلية عملها، ويعني شو الهدف بشكل عام؟ أولا صباح الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين لوطننا الجميل. طبعا تم افتتاح المكتبة التراثية برعاية معالي وزير الثقافة، وهي من ضمن خطة مديرية التراث في وزارة الثقافة. وإحنا بنعرف أنه هناك اتفاقية لليونسكو، اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 2003. الأردن صادق على هاي الاتفاقية بعام 2006. هاي الاتفاقية معنية بالحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، اللي هو كافة أشكال التعابير والممارسات والعادات والتقاليد اللي بيمارسها أفراد المجتمع والجماعات والمجموعات، وبيحاولوا أنهم يحافظوا عليها، لأنها زي ما تفضلتي حضرتك هي جزء من الهوية الوطنية. فجاءت فكرة افتتاح المكتبة الوطنية كجزء من سعي الأردن لتطبيق هذه الاتفاقية عن طريق عدة برامج ومشاريع، من ضمنها افتتاح المكتبة التراثية. طبعا وزارة الثقافة يعني لما بدأت في الفكرة كان هناك عدد قليل من الكتب الموجودة للأسف في هذا المجال، وإحنا هدفنا أنه يصير عندنا فعلا مرجعية وطنية وإلها مصداقية برجع لها المهتمين، وتعمل على تأسيس هذا التراث اللي زي ما حكيت لك هو هناك القليل من الكتب المتوفرة في هذا المجال. تعاوننا مع عدة جهات عشان تزويدنا بالكتب، وتعاوننا مع الجامعة الهاشمية، راح يتحدث لنا الدكتور إن شاء الله عن تصنيف هذه المكتبة. وهي لا تحتوي فقط على كتب، هناك سيديهات وهناك قوائم للحصر اللي هي جزء من شغل وزارة الثقافة في المحافظات في هذا المجال، وهناك كمان مكان مخصص لحفظ السيديهات والكاسيتات التي تم تسجيلها في سبعينيات القرن الماضي. الوزارة بتشتغل عليها وبتفرغها وبتحولها إلكتروني طبعا بهدف الحفاظ عليها وعدم ضياعها واندثارها، وبالتالي أي حدا مهتم بده يرجع لها بإمكانه يرجع لها. هذا هو الهدف الأساسي. صحيح. طب دور الجامعة الهاشمية دكتور، وأنتم يعني إحنا بنعرف إنه لديكم معهد، مش هيك؟ معهد يدرس الآثار ويدرس التراث أيضا. شو دوركم كان في هذه المكتبة وآلية عملكم بشكل عام؟ الجامعة الهاشمية كما هو معروف كانت سباقة في من خلال كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث في افتتاح كلية متخصصة في مجال التراث، ولذلك لدينا الآن قسم اسمه قسم إدارة المصادر التراثية. يقوم هذا القسم بتدريب الطلبة ومنحهم درجة البكالوريوس والماجستير، ونقوم بتدريسهم أيضا في مجالات تطبيقية ميدانية، وكان تشاركنا مع وزارة الثقافة في هذا التطبيق العملي لتدريب الطلبة وإكسابهم خبرات ومهارات. نحن ندرس في الجامعة التراث المادي الملموس، أو ما يصطلح عليه بعلم الآثار، والأردن غنية بهذا الإرث الحضاري الكبير. ثم ندرس التراث غير المادي الغير ملموس، كالقصص والحكايات والتراث الشفوي والتنجيم والأساطير والمعتقدات، كل شيء غير ملموس نحاول الآن أن نضع له المناهج وندرس الطلبة وندربهم عليه. طبعا الأردن سباقة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط، لأننا درسنا كل
ما هو متوفر من قواعد البيانات والمعلومات تبين لنا أن الأردن سباقة في هذا المجال، واستطعنا أن نؤسس ونضع الخطط الدراسية، ثم نفيد حتى بعض الدول العربية من خبراتنا في مجال تدريس التراث غير الملموس، أي التراث الشفوي. الأردن أيضا عندما أسست المملكة أعطت هذا الجانب اهتمام كبير. هناك كثير من الباحثين الأردنيين رحمهم الله أسسوا أيضا مثل روكس بن زائد العزيزي في معلمة التراث الأردني. هناك أيضا مشاريع لتوثيق هذا التراث مثل مشروع المكنز للدكتور هاني العمد، معالي طه الهباهبي. الكثير من الباحثين الأردنيين مهتمين بهذا المجال ويسهموا في تأصيل، نحن بحاجة إلى تأصيل هذا التراث، تجذير هذا التراث بحيث يصبح هو الهوية، هو الانطلاقة. ثم الجامعة الهاشمية تقوم بتزويد السوق بالكفاءات البشرية القادرة على التدريب وعلى تدريس وعلى النهوض وعلى خلق صناعة من الثقافة. أيضا التشاركية بين الوزارة التي تقود النهج الثقافي في المملكة وبين الجامعات الأردنية فعال، والآن الخطوة في تأسيس هذه المكتبة وتصنيفها وفهرستها وتقديمها للمجتمع بفئاته كلها من المدارس والجامعات والمتخصصين والخبراء، كلهم هؤلاء سيفيدون من هذه المكتبة. وبالتالي هذه انطلاقة ليس على مستوى المحلي ولا على المستوى العربي بل على المستوى العالمي، لأننا أيضا نحن أعضاء في المنظمات الدولية التي تعنى بالتراث ونقود مشاريع كبيرة في هذا المجال. الأردن أصبحت مركز استقطاب عالمي لتدريس مناهج التراث الغير ملموس. على كل حال هذا الموضوع يعني صعب، موضوع صعب لأنه فيه يجب أن تدخل الأمانة وفي النقل، لأنه هذا كله شفوي يعني تناقل من جيل، حتى يعني الأكلات الشعبية هي واحدة من التراث الشفوي كمان أو التراث الغير مادي. من هون قديش كنتوا حريصين بأنه ما تأخذ، أنه هذه مكتبة، لما عملتوا مكتبة إذن أنتم الشاهد والحارس والمحامي على التراث الغير مادي. طبعا احنا زودناها بكتب، خاطبنا عده مؤسسات بحب اشكرها يعني زي امانه عمان. وين المكتبه؟ متاسفه اقاطع حضرتك. هي موجوده في مديريه التراث وزاره الثقافه بالوزاره. نعم نعم، وبامكان اي حدا تفتح يعني ابوابها يعني خلال حاليا خلال اوقات الدوام الرسمي. نعم، لكن في المستقبل كمان يعني زي يعني نطمح انها تكون هي كمان مكتبه الكترونيه، بحيث انه اي واحد بده يحب يستفيد ما فيش داعي يفتح الكتب، ممكن يستعرض الكترونيا ان شاء الله، يعني خطوه قادمه. هلا هو الموضوع في كتب موجوده توفرت، خاطبنا عده جهات، خاطبنا تواصلنا مع باحثين هم يكتبوا في هذا المجال، مشكورين، تبرعوا كمان للمكتبه بكتب. الموضوع كثير مهم، هناك قوائم حصر فيها، هذه الوزاره احد مشاريعها المهمه حصر التراث الثقافي غير المادي في المحافظات عن طريق المجتمع المحلي، فهي توثق كما تقال من المجتمع المحلي ولا يتم تغييرها ابدا، لان كما تفضلتي حضرتك هي مسؤوليه، بهمنا ان نحفظ العادات والتقاليد. صح الافراد معنيين بتطويرها، يعني هناك مثلا حرف كانت موجوده، هلا تطويرها شيء ولكن نعم، هي الاصل الاهم. نعم، صونها، صونها صح، هذا صحيح. هو الاهم، وهذه الاتفاقيه التي تركز عليه وهذا اللي احنا معنيين فيه. فكما هي في المحافظات نحن نعمل على حصرها ومن ثم اصدارها في كتب وسيديهات ليستفيد منها الجميع ولتبقى جزء من الهويه الوطنيه. طب دكتور محمد، قديش غني تراثنا الغير مادي؟ قديش فيه، انت حضرتك تحدثت عن تأصيل وتجذير، بس قديش هو غني من وجهة نظرك كخبير في هذا المجال؟ نعم، احنا تراثنا الأردني غني جدا، والعرقيات الموجودة في المجتمع كثيرة، وبالتالي هذا من أغنى أنواع التراث في منطقة الشرق الأوسط، لأن الفسيفساء اللي موجودة في الأردن متنوعة وعديدة ومتشعبة. وبالتالي عندما بدأنا نجمع هذا التراث، وهي مرحلة جمع المعلومات، لأننا بحاجة إلى أن تكون هذه المعلومات بين أيدينا مبعثرة موجودة في كل الأماكن، في المدن، في الأرياف، في البوادي، في الجبال، في السهول، في كل مكان وصلنا إليه وبدأنا بجمع هذا التراث، فوجدنا أننا أمام كم من هائل مهول من المعلومات المتناثرة هنا وهناك، وفقدنا في
السنوات الماضية الكثير من كبار السن رحمهم الله، وهم يعتبروا مصادر لهذا التراث، ولذلك الآن عملية تسريع جمع هذا التراث وتوثيقه وأرشفته وفهرسته وتصنيفه وتقديمه بكل الوسائل الممكنة. وزارة الثقافة لا تقصر أبدا، الجامعات الأكاديميون يساهمون، مثل الجامعة الهاشمية نساهم مثلا في إصدار سلسلة الحكايات الشعبية، أصدرنا الحكايات الشعبية في مدينة الزرقاء، قامت وزارة الثقافة بطباعة هذه الحكايات وتوزيعها، أصدرنا كتاب الحكايات الشعبية في مادبة، الوزارة أيضا تدعم هذا الكتاب وتنشره، الآن نعمل على الحكايات الشعبية في المفرق والحكايات الشعبية في العقبة، المدن الثقافية التي تقوم الوزارة على إعلانها وإشهارها. وفي الدكتور أحمد شريف الزعبي كمان عنده حكاية. هناك كثير من الباحثين، يعني أنا صادفت وأتحدث عن القصص الشعبية. نعم، يعني بدون شك تصدر الوزارة أيضا مجلة وهي على مستوى المملكة والعالم العربي وتحظى باهتمام كبير، وبالتالي لدينا مصادر مهولة كبيرة من المعلومات نقوم الآن بجمعها وتوثيقها وتبويبها وفهرستها ونشرها للعالم وبعدة لغات أيضا. نعم، لأننا نتواصل مع كثير من الباحثين طبعا، لأنه بهمنا ننشر حضارتنا وثقافتنا وهويتنا الأردنية والعربية بشكل عام. شكرا أستاذة حنان، شكرا دكتور محمد، وإن شاء الله بتكون هذه المكتبة منارة فعلا تؤصل وتجذر تراثنا الغير مادي. شكرا جزيلا.